بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج. علاج وجع الأقدام عن أهل البيت عليهم السلام. ورد عن صفوان عن سالم بن محمد قال: شكوت إلى سيدي ومولاي الإمام الصادق عليه السلام وجع الساقين، وإنه قد أقعدني عن أموري وأسبابي، فقال: عوذهما. فقلت: بماذا يا ابن رسول الله؟ قال: بهذه الآية 7 مرات، فإنك تعافى بإذن الله تعالى. والآية هي: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. فقال: فعوذتها 7 كما أمرني، فرفع الله سبحانه وتعالى الوجع عني رفعا حتى لم أحس بعد ذلك بشيء منه. هذه الرواية الشريفة وردت في بحار الأنوار للعلامة المجلسي، أي أن الذين يعانون من النقرس والذين يعانون من آلام القدمين وكذلك الركبة إلى غير ذلك، ما عليهم إلا أن يقرأوا هذه الآية على أقدامهم بيدهم اليمنى 7 مرات، يتلون هذه الآية 7 مرات وهم يمسحون بأيديهم أرجلهم إن شاء الله تعالى. والضامن هو الإمام الصادق عليه السلام، وبنص عبارة سالم بن محمد قال: فعوذتها 7 كما أمرني مولاي الصادق عليه السلام، فرفع الله الوجع عني رفعا. فجرب ولا تشك. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.